ماذا حدث للمصريين من 6 أكتوبر 73 حتى 6 أكتوبر 2022؟ في الساعة 2:05 يوم 6 أكتوبر عام 73 كان للمصريين موعد مع التاريخ. المفكر الاجتماعي الكبير الدكتور سعيد المصري في حديث العرب من مصر. هذا الحدث حي جدا في حياتنا وفي ذاكرتنا الجمعية. ما الذي تغير فينا؟ الزيادة السكانية هي الفرق ما بين 73 والآن. كيف نتخلص من هذا الفكر المنغلق؟ ما كانش فيه فرق ما بين فيه. البيت المسلم والبيت المسيحي، كلنا في هم واحد. كيف نستجمع قوتنا من جديد؟ كل ما كان المجتمع قوي لا يستطيع النفاذ إليه. اليوم نستخلص دروس الأيام المجيدة ونسأل عن ملامح ذلك الإنسان الذي قهر اليأس ومرارة الهزيمة وحقق معجزة النصر الكبير. شعب أكتوبر في حديث العرب من مصر غداً 7 مساء على قناة مصر الأولى.